رح نشوف سوا إليلي. مزبوط، رحنا إليلي بواشنطن، كان عظيم، روعة، رائع، حكيت عنه شيء كتير 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 حلو، بس ما التقينا بفيليب the owner the chef. فسأبت أني هون بنيويورك وقلت له أنا جاي لعندك نتعرف عليك ونعرف ناس عليك ونخبرهم شو هالحمص الغير شكل. إليلي نيويورك ليبانيز دينر. أنا اسمي فيليب مسعود، جيت على أمريكا سنة 1985، كان عمري 14 سنة، جيت كسياحي وقالوا لي أهلي أنه ما فيني أرجع على لبنان، فبقيت هون وافتكرت أني رح أكون بأمريكا مدة 3 أشهر 6 أشهر وبرجع على لبنان، ومثل بقية اللبنانيين يلي عايشين بالغرب صار لي 35 أكثر سنة عايش بأمريكا وأسس حالي هون وهيك بلشت حياتي. أنا هون عم كفي طريق جدي وبي. جدي بأوائل 1900 فتح هو وإخواته مطعم بباب إدريس كان اسمه مسعود برادرز، وهنن يلي جابوا الباتيسري على لبنان، جابوا وقتها شيف باتيسيه من أستريا تيعلموا اللبنانيين يعملوا الفينوازري. وبالمحل كان في كريميه، شوكولاتيه، باتيسيه، مطعم وكيترين، يعني اعتبروا إذا بتعرف بالتازار بنيويورك، يعني كان البالتازار تبع دانتاون بيو. ومن هالمحل كتير نجحوا وجوزوا وجابوا أولاد، كل واحد راح فتح حسابه. وجدي كفى وحول بيته بعلي، هو ستة حولوه أوتيل اسمه كان أوتيل مونتانيا، وستة خيطت كل البرادة وكل الشراشة، وجدي كان هو الشيف دوركاست، وبيي كان عمره 14 سنة كان يشتغل معه بالأوتيل وشنصت معهم. كان يجي يصيف أمير القطر وقتها من أيامها، والعيال من الإمارات والكويت وكذا، وكان أوتيل بجنن. وبي تعلم شغله هونيك، وعمي إدوار راح درس بلوزان وأخذ أول شهادة لبنانية من لوزان بالسنة 1952، وقتها ترك بالبابور، يعني كان يبعث مكتيب ضيعة كلها تجي تقعد بالحارة ويقروا المكتيب لكل الضيعة انه شو عمل إدوار بلوزان. ومن بعدها بي راح عمل تدريبات، راح على سويسرا وبسان موريتس وعمل كل التدريبات تبعه، وشغل بالجورج سانك بباريس بالبريستول وبعدة مطاريع، وبيعوا الأوتيل واشتروا أرض بجناح آخر يعني وين بيروت تلاقي الضاحية، اشتروا أرض 40,000 متر مربع وعمروا أوتيل كان اسمه الكورال بيتش. هلا ما لازم ننسى إنه أنا جدي كان جاي من عائلة كتير متواضعة، تعلم الطبخ هو، كان يشتغل مرميتون بالبيوت، بفتكر عن بيت سرسو، وبعدين راح تعلم الطبخ بإسكندرية. وقبل ما يفتحوا المطعم مسعود براس كان عندهم ملحمة بوادي أبو جميل فيعملوا السوسيس وكل شيء. المهم فتحوا المطاعم واشتروا الأرض، عمرنا الكورال بيتش، فتح الكورال بيتش بالسنة 1964، وكان فيه نايت كلوب اسمه البيتش كومبر، عمل الديزاين تبعه من جامعة اللي عمله تريدر فيكس، فكان كله بولينيجين موتيف وديزاين. وكان في مطعم اسمه ريستوران دو كاب، فرنش كوزين، سول مونيير، ستيكو بواف، كريب سوزيت، بابا اورام، عالجيريدون. وكان في بيانو بار كان اسمه لو بار دو كاب، وكان في البيتش كلوب يعني ساندويشري وسناك، وكان في ميري كريم، كان في لو شوكولا مو دو كورال بيتش، هذا كل العالم كانت تحكي عنه. و بأفريل 1975 كنا بعلي عم نصيف،
وبلشت الحوادث، فقلنا بننزل على الأوتيل قبل ما نرجع على البيت، وبيتنا كان بالقنطاري فوق عزيز قدام الهوليداي إن. وأنا بتذكر كان في كل المسلحين مع الكاجول والسلاح يعني everywhere، وأنا وصغير إنه أضرب لهم سلام، إنه بتذكر بعد القصص. فرجعنا على الأوتيل وما بحياتنا رجعنا على بيوتنا، وخسرنا البيت بالقنطاري انحرق وانسرق، وخسرنا البيت بعلي انحرق وانسرق، لأنه إذا كنت مسيحي بمنطقة مسلم أما مسلم بمنطقة مسيحية غسلوك ونظفوك ونتفوك. هلا صفينا نحن ريفوجيز بالأوتيل، أهلي بأوضة، خي وأختي بأوضة، وأنا بأوضة مع الـ مع الهيلبر، وربيت بالأوتيل. وأنا ما عندي أي فكرة إني رح أكون بالمطاعم ولا إني رح بعمل شيف ولا إني إنه رح كفي بالمهنة، بس الأوتيل كان بيتي، وكان إذا بدك البارك تبعي كان الديزني لاند تبعي. فأنا كل صبح كنت ما في روح على الباتيسري أسرق بوتي فور، ما معي خبر عاملينهم لكوكتيل، بس أحرق دينهم كريم باتيسير إكلها بالمعلى، الشوكولا فوق الفرن تبع الخبز تمبر شوكولات أخذوا بالمعلى أكلوا، شوفهم يعملوا تبولة بالسكينة هيك الكبيرة، كل هذا ربيت فيه وتعلمته وشفته. وكان دايما دوق، كان في شيف، كان في شيفين، واحد شيف كان اسمه أحمد شعلان وشيف اسكندر عبجي. اسكندر كان من أهم الشيفات بلبنان، وهو يلي علمني كل شيء يعني صراحة، علمني كل شيء كيف بالفيناس وبالطعمة. بس ما كان عمري 8 سنين نقلنا عبيت، وأنا فجأة بالبيت ما عندي المطبخ تحت إيدي، وأنا متعود إنه I eat on demand، فأمي تاخدني على السوبر ماركت نشري هدول الجاتويات دونكن هاينز وما بعرف شو ما بيتاكلوا، أخذ التليفون تلفن على الأوتيل، شيف اسكندر بدي أعمل هيك يعطيني رسالة، وبلشت أطبخ كان عمري 8 سنين. بالأول بلشت بالباتيسري، تارت باتسا بلي، كريم باتيسير، كريب، كريم فريش، سو شوكولا، باتر كريم، things like that. وانسى شيء، انسى حتى البيكنج باودر، شيء انسى هيك. وامي تقول لي معلي شيء يلا بنحط مربى بيتاكل انه لما ازعل. وهيك بلشت. بس ما كنت روح اسهر مع اصحابي، كنت انا يلي دائما يطبخ باخر الليل يعني الافتر اورز كنت اطبخ. وبس ما جيت لهون افتكرت اوكي شو بدي اعمل، بدي ادرس بمهنه المهنه يلي بعرفها، فرحت درست فندقيه اصلا، رحت على كورنيل يونيفرسيتي، وبكورنيل كنت اطبخ بالابارتمنت والعالم يجوا ياكلوا بالبيت. وقتها اكتشفت الريسيبي كارد، بلشت اشتاق للأكل يعني. فبس ما اكتشفت الريسيبي كارد وهي ستون اكواسيون ماتيماتيك بالنسبة لي، بلشت ألعب بالانجريديون بالأكل واتعلم وخبص وافشل 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 لحديد مصيبة كيف ما أنا كنت بتذكرها. فكل الأكل اللي أنا بعمله من ذاكرتي بالكورال بيتش، كيف ربيت، شو أكلت، كيف أكلته، وكيف كانت طعمته. وأنا بالجامعة للأسف انقتل بي بالحرب، ومن بعدها نبيع الأوتيل تحت الفرد يعني، لأنه إجينا كتير تهديدات. ومن بعد ما قتلوا بي قالوا لنا أنه إذا ما منترك بيروت جاي دوري وجاي دور خيي، فبعنا الأوتيل ببلاش يعني، المطعم هون كلف أكتر من الأوتيل يعني، ونقلنا على جونيا.
وانا بالجامعة نبيع الاوتيل، خسرت بي. شو عم بعمل انا بالجامعة؟ انه انا ماني شايف حالي، انا عم بدرس الفندقية لارجع لبنان لاول فندقية، لاول ماركة تبعي الكورال بيتش لبركة وسعه وكبره. فهيدا الحلم كله راح بالزبالة. كان في مطعم لبناني بالجامعة كان اسمه علاء الدين ألادنز، والشيف تبعه كان اسمه شيف نديم من زحلة، بس هو ما كان شيف مثل أكترية الشيفية يلي بيشتغلوا بالاستغراب يعني. He's an accidental chef. وأنا روح أكل الأكل هونيك وما يعجبني الأكل، وأترجي قل له يا نديم خلينا نظبط الأكل، فينا نظبط البابا غنوج ونظبط الحمص هيك. قال لي شو بدك بالشالق، الأمريكان ما راح بيعرفوا الفرق. قلت له ما بالعكس، ما لازم ندرب العالم ما يأكلوا الأكل على أصله، بالعكس لازم نعلمهم يأكلوا الأكل مثل ما هو لازم يكون طعمته. فنضلنا نتشارع لحديد ما حتى جربت اشتري المطعم، كان عمري 18 سنة يعني. هتصور انه بشرفك هذا ما بيصير، ما انه لازم نعمل اكل احسن. ما مش الحال، تخرجت من الجامعة وعرفت انه خلص انا بدي اهتم بالاكل اللبناني. كتبت كل الريسيبي بوك تبعي وقلت بدي صدقه يعني، بدي اعرف انه انا يلي عم بعمله مزبوط. فنزلت على لبنان، عملت جولة ببرج الحمام. وقتها برج الحمام كان من أهم، كان في فخر الدين منير برج الحمام وفاضل يعني وكرم، بفتكر هدول كانوا المطاعم. سلطان إبراهيم بعده ما كان رجع لأنه، وبرج الحمام كانوا شغلين مع جدي، مشان هيك فتحوا لي بيتهم واهتموا فيي كأنه أنا من العائلة يعني. كان عندي كاميرا وضوء وصور لأتأكد إنه هل يا ترى أنا يلي عم بطبخه قريب على شيء. ولاحظت إنه صايبة، ما كانت بعيدة. بعدين كان بدي أتعلم الشاورما، فطلعت على مطعم يا هلا ببعدات أنتوني لبكي. كنت فيه الساعة 5 الصبح، كان عنده سكين هيك نشرح اللحمة ونقصها ونتبلها، وتعلمت الشاورما عنده لتوني. بس الروسات تبعيت الكورال بيتش كانت اطيب، فبس ما اعطيته اياها، قلت خليني اعمل انا الشاورما تبعيتي. ويوما ما العالم بدوها. بعدين رحت عبيريز لانه كنت بدي اشوف الاكل اللبناني برات لبنان شو بيصير له، وهل يا ترى بيقدر يبقى مثل ما هو يا ملا. اشتغلت بديوان، كان أهم مطعم باريس وقتها، وهونيك تعلمت كل الحلو عربي. كان في معلم وياريتني بتذكر اسمه لأنه كان إنسان عن جد آدمي ومن قلبه بده يعلمني. تعلمت البقلاوة والكولوشكور والكربيج والكنافة وكليج رمضان وقطايف وكل القصص هونيك. ورحت كمان اشتغلت بنورة. بنورة حبيت شوف الفوليوم لأنه نورة كان كبر كتير وكان عم يعمل كوزين سنترال، وحبيت أفهم شوية شو عم بيصير هوني. والمهم عرفت أنه أكلي مش بطال أبداً، و it gave me the confidence. وقلت برجع نيويورك بفتح مطعم. من الـ 94 للـ 98 جربت افتح بنيويورك وما قدرت. كل ما تلفن لصاحب ملك يقولوا لي انت فاتح بنيويورك قبل مرة، اقول لهم لا. عندك مطعم بنيويورك؟ يقولوا لي لا. يسكروا الخط علي. وقتها ما كان بدي افتح شيء القليليلي، كان بدي افتح فاست فود يعني، بس اطيب فاست فود بالعالم. كان في ستاربكس وشركة تانية كان اسمها رانشو وان، عم بياخدوا كل شيء في محلات صغيرة يعني. كل ما أنا لقي محل كتير من بين إيدي. بالآخر انجبرت اشتغل، اشتغلت بالصالات، اشتغلت مانجمنت لأنه الطبخ بعرفه ماني يعني
لينجح مطعم بدك تفهم كيف يندار البزنس. الطبخ it's an art, you have it or you don't have it. فاشتغلت بأهم شركات بنيويورك, بلينكن سنتر, بكولومبوس, وبعدين تلفن لي بشارة نمورو وبعطيه كل الشكر لأنه هو أعطاني هالأوبورتونيتي. بيقول لي فيليب أنا بدي أعمل يلي أنت بدك تعمله بنيويورك, بدي أعمله بدي سي, ليش ما بتجي ونفتح مطعم يعني مثل ما أنت بدك تعمله ونفتحه بدي سي. قلت له أوكي. ووقتها رحت ككونسلتنت تشوف أنه إذا الشغل بنعمل مظبوط أم لا. قدمت استقالتي شي 3 مرات بس بكل بلا مزح كنت مزروق لأنه يا بطلع جرين كارد يا بخلص بالمزة بلبنان, يعني لأنه أنا والسورية ما كنا متفقين أبدا وكانوا لقطوني وطجوني كمان. وأنا حدا يحكيني غلط ما بتفوت براسي لأنه صرت بني آدم. وهيدي لذة أمريكا إنك بتصير أنت بطل ابن حدا وابن فلان بصير انت. مهم بروح على دي سي, شارة عنده دريمز يعني مش معقولة. بيقول لي شو قالك لو منسميه نيلة للمطعم مثل اختك ومثل بنت واحد من الانفستورز. واختي كانت بنت حلوة كتير وهو كان مغروم فيها بشارة بس طلب مني طلب اذني يعني. قلت له ايه اوكي نو بروبلم نفتح نسميه نيلا. فبنفتح بديترويت قبل ما نفتح بدي سي والمطعم عم بيعرج كان والروستات مش ظابطه وانا ما يعني القرار مش لإلي انا موظف بالشركه. بيسكر ديترويت نفتح بلاس فيغاس كمان شويه هردباش بيسكر المطعم بفيغاس. بنفتح بدي سي سنة 2000 عشرت. قلت له لبشارة أنا بديره للمطعم وشركتك بتضلها برا وكل جماعتك بيبقوا برا, أنا بدي ديره للمطعم خليني أنا أشتغل على راسي. وكان عندي شيف لبناني بجنن كان اسمه غسان جروج من زحلة إنه راسه تنكي بس بجنن وأنا راسي تنكي كمان يعني. فاشتغلنا سوا أنا وغسان. تصور هذا المطعم كانوا فشلوا فيه 4 مطاعم فكل العالم عم بيقولوا إنه ناطرين نفشل. ومن هون لهون نرجلج أنا وغسان بالأكل ونتخانق كمان يعني. قال له هذا مش مزبوط بدنا نعمل هيك بدنا نعمل هيك. وبذات الوقت أنا كنت بالمطبخ كنت بالصالة كنت بلط كنت أعمل كهرباء يعني. كنت أعمل دي جي كمان. نجح المطعم, اجى الواشنطن بوست ونجحنا وين ما حدا نجح بالنتيجة. واخذ شهرة وكان مطعم بجنن بس ما كان اكله يعني it wasn't my food. وبعرف كنت بعرف انه الاكل بيقدر يصير احسن. تركت بشارة بال2004 اخذت سنة هيك سباتي. ويوما ما بيتلفلني صديق لإلي بيقول لي فيليب ليش ما بتجي بتفتح بنيويورك؟ أنا أفتح بنيويورك صار لي 5 سنين برات نيويورك بلشت أرجف يعني. قلت له مجنون أنت ما بعرف ولا مانجر ولا شيف ولا بارتندر ولا ويتر صار لي 5 سنين برات السيركوي كيف بدي أفتح بنيويورك؟ يدلني قال لي خي ما كنا نركب بالسيارة نجي على دي سي لناكل الأكل عندك. هلا after a while غسان left I took over the kitchen I was running the show. قلت له اوكي خلينا نشوف. بلشت برم بنيويورك فت لهون مثل ما هيك مثل ما اجى فتحت السماء وشرقت الشمس ما بعرف شو صار براسي. I said this is it. وبلشنا مضينا بالربيع 2006 كان المطعم مفروض ياخد سنة أخذ سنة ونص. الديزاين تيم كانوا بلبنان بحرب تموز. تصور أنا عم جرب لقيت طريقة كيف بدي ظهرهم بلبنان بديرون الاجتياح الإسرائيلي
وما في كهرباء وعم بيشتغلوا على اللابتوب ليعملوا الديزاين تبع المطعم على 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 على, على ما 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 فيني خبره. وانا ماني معمر مطعم قبل مره, الاركيتكت منه عامل ديزاين لمطعم قبل مره, والجنرال كونتراكتور منه معمر مطعم قبل مره. فاخذهم انا برمهم بنيويورك مع الميجرينج تيب, قال لهم شفتوا هيدا المقعد قديش طوله, شفتوا كيف الطاوله. وهن يعني ناصر دي اركيتكت ناصر نكي باي ذا واي هوز ا بريليانت, يعني عنده عيون ما حدا عنده مثله. كان يعمل اهم بيوت بنيويورك, يعني لا يعلى عليها, بتفوت على البيت تعرف انه this is ناصر نكيب. So he applied all that knowledge to here and I was كنت انا الفيشه لحوله من هالديزاين اكسلنس لمطعم. وهلكنا وفتحنا November 17, 2007. كنت انا و80 امريكاني, ما في حدا لبناني بالتيم. ما بحياتهم اكلين الاكل, ما بحياتهم ساكبين الاكل, ما بيعرفوا اذا لبنان اما ليبيا, ما بيعرفوا شو معناتها ميزا. وفتحنا ونشروا عرضي بالميديا انه مين هو هالمجنون هيدا, كيف له جرأة يفتح مطعم بالكبر بمنطقة ما بتسوى, وغير انه مين رح بيدفع هالمصاري للأكل اللبناني. وكتبوا بال نيويورك بوست stop the Lebanon nonsense. وانا قلت لهم بتشوفوا, they don't know who they're fucking with. يعني I'm a Capricorn وانا معزة, يعني بدي كتير لأهبط يعني. وانا الفيلوزوفي تاعيتي بدي اكسب زبوني كرسي كرسي, الباقي كله نويز ما بتفرق معي. ميشلان ماما بابا ميشلين ما بتفرق معي ابدا يعني. فاشتغلنا وصار الفريق كانوا امريكان, صاروا امريكان لبنانيه, واخذوا الكونسيبت شو بيقولوا هيدي, they rolled their sleeves وصاروا صفر على لبنان من وراء الابريشيشن اللي كنا عم جرب نعمله. هلا للاسف بج السوق وبج الاقتصاد, ومن 2008 لل 2010 كنا عم نروح جنابي يعني فلات, مع انه المطعم ربح من اول سنه, بس ما قدرت انا رد المصريات لانه كنت بدي اعمل ايمرجنسي فاند اذا الوضع يعني. كنا صار في شخصين انتحروا بالمنطقه هون, يعني كنا مستنزرين نعمل سوب كيتشن يعني مثل 1929 يعني, مستنزرين. المهم هونيك نهار سبت سبتمبر 2010 بفتح الريزرفيشن بوك 400 حجز. شو صار؟ حدا عملنا ريفيو في شيء؟ قلنا هيدي فلوك يعني ستروبيا. جمعت البعضة 400 حجز, جمعت البعضة 400 حجز. هون فهمنا انه عم نطلع, we're coming out of the economical problem, والمطعم الباز تبعيته خلص فتحت وراح لقدام. كنت اشتغل 7 ايام على 7 ايام تقريبا 80-90 ساعة بالجمعة. كنت اطلع عامل سيستة بالمطعم فوق, والمطعم ركض مني يعني هرب مني, يعني انه انا كان عندي فريق صغير كتير, والمطعم كبر 30% سنة ورا سنة من 2010 لل 2014. يعني خلينا نقول كنا عم نعمل 3 مليون دولار بيع, نطينا من 3 مليون ل 9 مليون هيك. فضليتني عم لحق حالي لجيب مناجرية أكتر وشفية أكتر وكل شيء. واخذت وقت معي لإيكوليبريوم.
ومن بعدها فتحنا إليلي بوكس، كانت شاورما وفلافل. ووقتها عملنا الفلافل انترناشونال، عملنا كوريان فلافل، مكسيكان فلافل، لأنه كنا بدنا نفرجي أنه أكلنا والأكل طبعا صحون صغار من كل الكولتشرز بيقدروا يندمجوا يعني. وكتير مش الحال يعني، we did very well. وجعنا فتحنا ثلاث مطاعم غيرهم يعني، كان عنا أربع مطاعم. وبال 2015 مرضت، صار عندي تسمم بلبنان، وهذا التسمم خلق مشاكل ما بدي فوت بالتفاصيل، بس المهم عملت 17 عملية بأربع سنين ونص، وصحيت بنوفمبر 2019. فأنا صحيت ومستنزل أخذ الحياة وأخذ كاتش كبيرة منها وكبر الشركة وكل شيء، إجا كوفيد. فبدك تقول من 2015 لتقريبا 2021 dark years. هلا entre temps اجاني الاوبورتونيتي في دي سي، وقد مني مجنون عمر دي سي during كوفيد. كنا نسوق اربع ساعات، لان ما كنا فينا ناخذ الطيارات، نسوق اربع ساعات نروح نشتغل بالكونستراكشن، نرجع نجي اربع ساعات لان ما كنا فينا ناخذ طياره. المهم ما رجعنا فتحنا الفاست فود، لانه ما رجعوا فتحوا المكاتب وما رجعوا فتحوا الاوتيلات اللي كنا فيهم. وفتحنا إليلي دي سي لانه اجتنا هالاوبورتونيتي، وانا كنت بدي اعمل شيء يدهش العالم وكمان يرجع يعيش العالم. مشان هيك إليلي دي سي ألوان وفرح، لأنه كنا طالعين من كم سنة كانوا قاسين يعني، فكان بدينا نفرح ونمدح. وغير أنه يلي كان عم بيصير بلبنان كان عم بيحرق لنا قلبنا كلياتنا، فكان عنا مليون دولار رح نصرفه على الفرش وكل هالشيء. قررنا نعمل كل شيء بلبنان، يعني الكرسي، الجلد، الرات، البار، اللمبات، البواب، الحمامات، البلاط، العفش، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. شحننا تقريبا 37,000 باوند من لبنان وزمطنا، لأنه وصلوا الكونتينرات قبل ما تبلش الديليز يعني، إذا لا كنت فلست. وإجا فريق من لبنان وحطيناهم بالأوتيلات، ونحن وياهم إيد بإيد عمرنا كل المطعم سوا. والمهم هدول المطاعم قد ما بيرمزوا طريق عائلتي والإيفولوشن تبعتنا، لإلي هن they're an expression of the Lebanon that we believe in, not the Lebanon that we have. And what we try to do, what اللي عم جرب نعمله، إنه نترك اللبناني اللي بنعرفه ومنحبه وكلياتنا بدنا إياه عايش بهالمدن، ولنقول للعالم إنه لا، الأكل اللبناني مش بس سندويشات وأكل طريق، هو أكل عزيت المستوى. وسوري يعني، بس إنه الكبة أصعب من السوشي، وما لي شيء يعني، العالم عم يدفعوا $9 لشقفة سوشي، مش مستعدين يدفعوا $9 لقرصة كبة يعني منهم. فهذا كله perception، واللبناني لازم يكون فخور من أكله، ولازم يعرف إنه أكله قد ما بينحط فيه نفس، بينحط فيه نفس قد ما بينحط نفس بالأكل الياباني والأكل الإسبانيولي والأكل الفرنسيوي. فهيدا كله إنه الأكل اللبناني ما بيقدر يكون على المستوى بالنسبة لي إهانة، وهيدا ضعف شخصي، وهيدا
insecurity لأنه أكلنا من أحسن الأكلات وما في أكل فيه variety مثل ما في أكلنا. يعني ما فيك تزهق من مطعم لبناني بس فيك تزهق من كل المطاعم الباقية. لأنه أنا مثلا إذا بتاكل عندي في نهار بدك تروح بتروح seafood only، نهار تاني بتروح vegan only، نهار تالت بتروح meat only. وإذا ما بدك تاكل كل شيء لبناني فيك تزعمل بتروح على البريفيري يعني. ف المشكلة بالنسبة لي هي الاكزيكيشن. وهون بدي شدد على كل أصدقائي يلي بالمهنة، وهلا أنا ماني عم بقول إني أفلاطون يعني، ما بليز عم بقول هالشي بكل تواضع، وإن شاء الله حدا يجي يعمل أحسن منا تنتعلم منه. يعني أنا كل ما كترنا وكل ما بيقوى الأكل وكل ما بتقوى الخبرة كل ما الدي إن إيه تبعيتنا بتصير أقوى. بس في أكل لبناني وفي أكل لبناني، وهذا اللي بيضايقني أكثر شيء يعني. بس هذا بده إبيزود لحاله يعني. المهم أكلنا بجنن، كولتور تبعيتنا بجنن، ولبنان بجنن، وإن شاء الله خير يوما ما بنقدر نفتح إليلي بلبنان. وإيد بإيد كلياتنا بنرجع بنرجع لبنان، لأنه as long as I'm alive and you're alive Lebanon ain't gonna die. Oh my goodness, amazing interview. اللي عم بيقول انه ولاورا عند إليلي بواشنطن رجع عند إليلي بنيويورك انه ما في غيره مطعم لبناني. ايه بمعناها واحد من الاوائل يلي اخذوا اللبنيز كويزين واخذوها لمحل تاني، واحد من الاوائل اللي فرج العالم انه اللبناني ما بياكل شو ما كان كيف ما كان، واحد من الاوائل اللي خبرهم انه خبزنا بينفتح ومنه بيتا بتفتحوه بتقولوا له استاذ شو بتحب نحط لك فيه، او put everything in no hold everything in عند شيبوتلي مش عند الاكل اللبناني. فصعب بتقولوا إليلي بتقولوا مثل ما شايفين وراي هو هاي اند جورمي اب سكيل في البار، ناس قاعدة بتنبسط واكيد بيعطون عرق قدام اذا بدهم، ناس مبسوطة 99% من اللي ورانا او اللي معنا منه لبنانية جيد ياكلوا اكلنا يلي نحن بلشنا نسميه ميديترينيان ما بعرف ليش وين ما كان بتشوفوها. نحن مستحيين لبنيتنا لا ابدا، منه جريك منه تلياني منه مصري اذا عم نحكي ميديترينيان، هو لبناني بكل فخر. وإليلي كان اول الناس يلي اخذ هيدا الشيء وحكاه بكل فخر. انترفيو ساعة لازم كل ريستوراتور يحضره، لازم كل واحد عم يتعلم فندقية يحضره، لازم كل واحد بده يفتح مطعم برات لبنان يحضره ويعرف التفاصيل بين الأسطر، يعرف قديش نحن مش قابضين جد لبنانيتنا، مش قابضين جد أكلنا اللبناني. فهولي بنحكي عنهم بعدين. إليلي هو محل ما بتاكله ده حمص برات لبنان والبتنجان والمقاني والخبز الطيب والأجواء الحلوة، هو محل ما فيكم تجيبه وتعزموا حيلا حدا من أصحابكم على أكل لبناني وتفتخروا فيهم. المعطيات اللي نحن بنشوفها وين ما كان هي أكلته لبناني ساندويش هالقد، شقفتين خبزة مش مفتوحين على بعضهم وعجقة، منقوشة مقصوصة بالدولاب اللي نحن بثقافتنا ما عنا دولاب، وغيره من التخبيص اللي عم بيصير وين ما كان. وكتير ناس زعجت أنه كيف أنطوني حامل هيدي القضية وطلع على كندا قوص عليهم ورجع اليوم نزل على سان دييغو قوص يمين شمال ومش عم بيعجبوا العجب. إيه لأنه ثقافتنا ما بنلعب فيها مثل ما لغتنا ولهجتنا وعالمنا وارزتنا وغيره. ف to make a long story short I'm super enjoying tonight عشاء بإليلي وراح نبلش بكل التفاصيل. الخبزة عظيمة عظيمة، شفتوا عظيمة، الحمصات زيت الزيتون الزيتون حمص بلا توم ناتشرلي لانه ما بينحط له توم. الباذنجان يلي بتحسه بطعمه الشوي يعني ما هو هاو ذا هيل دو ذي دو ات هاو ذا هيل او ماي جاد انه حاطط حدا جوا عم بيشوي كل نهار وعم يدخن من نيويورك. ما بعرف قديه بلبنان في ناس ما بتعرف تعمل هذا الاكل بهالكواليتي بهالنوعيه. انتوا قاعدين بنيويورك برات لبنان باجواء يلي هي بتحيط هذا المحل بلا ما نكون
قاعدين بلبنان عم تفهموا علي وليش اسمه إليلي؟ لأنه اسم بيلقطوا مين مكان وليلي اللي تقلك and everybody loves it, it's fully booked every night. A Lebanese pride. فلسفة الأكل عنا كانت هينة, يعني كانت هينة وكانت صعبة. صعبة لأنه يلي كنا رح نعمله كل الترديشنالستس كانوا رح بيقولوا أنه يي شو عم بيعمل هيدا وهيدا مش لبناني وهيدا هيك وهين, لأنه الأكل ما حدا دقره, ما حدا استخبره, وكل شيء كان أنه هيك بنعمله, يعني هيك بنعمله خلص. كلنا كان الطباخ اللبناني روبو. طيب ليش هالقد كمون وليش هالقد قرفة وليش هالقد بهار حلو؟ طيب ما أنت إذا عم تاكل رز عجاج مع حشوة وكل شيء عم تستطعمه هو القرفة, هيدا مش مزبوط. القرفة مفروض تجي تعمل لك كراس, يعني تملحس لك, يعني كأنه كان ديكي بوسة صغيرة. مش مفروض تكون قرفة مع رز مع حشوة. فبس ما أنا بلشت فوت بكل هالقضايا رجعت, يعني بلشت مع تابلو أبيض ورجعت, يعني يعني تقول لك الرسات الرز عجاج اللي بنعمله هون بركيت رسات في 15 رسات. رسات الحمص 12, رسات التابولة 8. ليش؟ لأنه منضلنا منجرب نخلي يكون في أرموني بالإنجريديون. ما يعني بدك تعتبر الفليفرينج مثل الأكسون, مثل كأنك عم الفليفرينج مش مفروض يكون هو الإنجريديون. الإنجريديون هو كل, يعني كل الإنجريدينس اللي بتحطهم بالرسيبي مفروض يحكوا خبريتهم وأنت بتوصلهم. فهذا يلي عملناه بكل صراحة. جانا بلشنا زلطنا كل شيء وجانا عمرنا. ومش بس هيك, بما أنه أنا بتضايق كثير من الأكل وعندي مشاكل صحية, أنا كنت مثل الكوباي, يعني مثل الكناري. إذا شيء ضايقني معناتها عم بيضايق كثير زبونات وما معهم خبر أنه عم بيضايقوا, لأنه بس عم بيجوا على البيت عم بيكون عندهم ذات المشكلة من عندي إياها. فأنا عم فكر بزبون مش بس هون, عم فكر بزبون بس ما يترك هون وبس ما يعمل هونيك غير شيء. يعني this is how I kid you not. فرح بعطيك خبرية. بال 2012 كنا قاعدين بالمطبخ عم نلعب أنا والشيف إريك. شيف إريك أوصل كان هو الشيف اللي فتح هون, ووجه له أهم تحية لأنه كان بجنن, كان مغامر وأخذها كتير جد, يعني وبلش يدرس واشترى كتب و يعني إجي يحضر لي مرتدلة حلبية يقول لي دو تعا خلينا نرقلش. هو يعني كان فظيع. كنا قاعدين عم نلعب, كنا عم ناكل, عملنا بطاطا حرة مع توم. أوكي أكلنا البطاطا حرة أنا وياه, كنا تنيناتنا فاسينج ما كنا أكلين شي كل النهار. ما في نص ساعة بلش بطني يوجعني, بيجي إريك بيقول لي is your stomach hurting؟ قلت له yes. قلت له أختك أختي اللي خلقك شو ما نظفته هيدا, عملنا food poisoning وكل شيء. فرجعنا بلشنا أوكي خلينا نفكر شو عملنا, شو الستبس تبعونا, شو الزيت عم نستعمله بالبطاطا كانولا, شو الزيت عم نستعمله بالثوم صويا. أكلنا بطاطا ما وجعنا بطنا, بس الثوم بيوجع البطن, بس هل يا ترى الصويا أويل؟ ما أكلنا, وقفنا كتبنا شيء. تاني نهار جينا فاستنج تنيناتنا أنا وياه, أكلنا ثوم مع صويا أويل. World War 3, World War 3. قلت له هيدي هي. تاني نهار شلنا كل شيء فيه صويا أويل بالمطعم, كبيني وجبنا كانولا اويل. But those are the type of things that we do, يعني على البكلي عصير الحامض
بنعصر تقريبا 20 صندوق حامض اذا مش 30 بالجمعه. بيجوا شفية من برا بيفوتوا، شو بيك انت واحد مجنون ليش عم تعصر حامض؟ قلت له خي اوكي رح بعمل لك حامض 1 داي، حامض 2 دايز، حامض 3 دايز ودوقهم وقول لي انه زيت الشيء، لانه the lemon juice oxidizes right. But these are the little things that we do that we care about, and this is why انا دائما قلت لهم للعالم انه بدي طعميكم ميزة، وبدي اياكم تاكلوا مثل اللبنانيه، بس بدي اياكم تروحوا ترقصوا بالنايت كلوب بعدين، مش تروحوا تعملوا سياستا. فكانت الفكره كلها انه نخفف to lighten up the food. Lightening up the food شو معناتها؟ معناتها كل شيء فيه بتقله للأكل بدك تجرب تخصمه للزبون بس ما يفل من عندك، مثل ما انت بس ما تاكل سوشي من بعد 45 دقيقة بترجع بتجوع بتقول ايه كنت قدرت مرق لي بعد شي واحدة اما تاني، مزبوط؟ هلا ما عم بقول انه هيك رح بيصير معك بقليلي، بس ما بتحس حالك ملبد وكأنك أكلت طن وبدك تروح تعمل سيستة وتنام تحت السنديانة من بعد، مع أنه هيدا الشيء كتير حلو يعني وأنا بسمنى فيني أعمله يعني، بس أنا كان تفكيري أنه بديك تقدر تاكل هون وتروح تسهر بنيويورك وتروح على أهم نايت كلوب وحسس حالك ما في شيء. فهيك هيدا اللي عملناه يعني، مثلا التوم، أخ عالتوم يلي بيحط لك بيض، يلي بيحط لك نشا، يلي بيحط لك بطاطا، يلي بيحط لك اجار اجار، هو توم ما فيه شيء منه، هذا هو توم حامض زيت ملح ومي. ما هو النيفيا الكريمه كيف تنعمل؟ مي وفات emulsified، مشان هيك هو الهواء بس ما تخفقه، the air bubbles are what emulsifies it and makes it a cream. That's what thyme, that's what garlic is. بس من وراء الكسل وين ما بتروح الكسل and profit sharing no? مصاري، لأنه yield صاروا عم بيزيدوا كل هالقصص، هالقصص they impact your digestion. يعني الثوم يلي فيه مي وزيت وحامض وملح، عن توم فيه بطاطا وفيه بيض وفيه نشا وفيه كورن ستارش وبروسيسد فود، اي رح شو الفرق رح بيكونوا بالدايجستشن تبعتك؟ But those are the little things that make a big difference. بس ما تزيدهم بتزيدهم كلهم على بعضهم تعمل فرق. فذاتس نحن ما اخترعنا البارود، اكلنا بجنن لحاله يعني، اكلنا هو الطبيعه. نحن شو عملنا باكلنا؟ اشتغلنا مع السيزون يعني مع الفلاح، زدنا شويه بصل شويه ثوم، مع انه نو غارليك نو اونيون، زدنا بندوره، زدنا زيت زيتون، زدنا بهاراتنا شويه زيت بهار حلو، قرفه، كبشة رنفول، شويه كمون، شويه كورياندر. بس نحن كل طبخنا كان agricultural يعني، كنا نحن من الأرض، ما كنا you know we were not processing the food. But that's what we did here with the least amount of manipulation. يعني اترك let nature do the work for you and facilitate. That's exactly what we do. في البيكن بقى طايف، طلعوا القطايف كيف عملها ملزقة من تحت من ورا، شو حلوة شو مرتبة. تاني إذا نلقطها شوية مثل الباوبن and يلا منجربها. واو the amazing quality. شوية sweetness تجي من برا من ال من ال من ال من القطايف، جوا الأساسية تبع البيكل، قرشة texture super elevated flavor and it's outstanding. خلص اول صحن حمص، اكدت انه على الطاوله ما حدا بده ياكل حمص، ف طلبت صحن ثاني. الكبه
الفلافل، تسمعوا الطاولات المونينج اللي عم يصير على الطاولات، الناس المبسوطة، الأجواء الحلوة، الأكل الكريم، التبول اللي مخبرتكم عنه قبل شوي. عن جد عن جد عن جد عن جد يعني عن جد واو عن جد واو. لازم بلبنان يعطوا أورد فور بورتريينج ذا لبنيز كلتشر برات لبنان بهالطريقة الحلوة. كبة كبة مع لبني ونعنع. سنوبر مقلي محمص لحمة مفرومة ناعم اميزنج. كبة سوبر 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 خفيفة، منا محمصة كتير منا مقلية كتير. طب شو هالكبة شو هالكبة، تبقى الافتر نود بقلب التمو بتضلها الطعمة قاعدة جوا، بهاراتها حلوة، طعمتها حلوة، لحمتها طيبة. شو هالكبة شو هالكبة شو هالكبة. عندنا فلافل مرتبة، شوية طراطور، مستوية كرانشي من برا، منا معجنة. واو. So it should be a baguette on the outside and a pound cake on the inside. Baguette on the outside and pound cake on the inside. Wow. Mmm. بطل. بطل. بطل بطل. وكيف تعرفوا الحمص طيب؟ تاخدوا معلقة مش خبزة. بتعبوها حمص منيح 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 منيح. مع زيت زيتون على الوجه. جاي من لبنان. صعب تحطوه على لسانكم سكروا العيون، لأنه حمص طحينة على القد، لأنه ما فيه توم، لأنه زيتاته مظبوطين، لأنه منحاته مظبوطين، لأنه حامضه مظبوط طبيعي 100%. وبالآخر هيك بتحس الدموع عبوا بالعيون وبتقولوا أوه ماي جودنس شو هالشغل الحلو. يس 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 يس. هيدا الشاورما اللي كل العالم حكيت عنه، يلي كل ما تقول عند حدا قليلي بقول لكم دقت الشاورما. نوعية اللحمة كيف معمولة كيف مطبوخة، مثل سموكت ميت اند ذن لدرجة مطبوخة انه بتتخزق تخزيق بقلب التم، بتلزق شوي على بعضها، all the flavors go out. خبزتها طيبة، بندوريتها، شوية طراطور على الوجه عند طحينة، طحينة مش طراطور is beautiful. Take a step back and imagine. أنا أمريكاني ماني مسافر على لبنان، جيت لهون وأكلت هذا الشيء. رح فل وقول finally some real food in New York. Real ingredients, real flavors, real spices, natural and honest, full of vegetables, full of greeneries. وكل لقمة فيها هيك بوم. والحلو بالأكل اللي معمول هون إنه بيشبه الكل، قريب من الكل، منه مثل الهندي فيه كتير حر، منه مثل أعرف صيني فيه كتير، ياباني فيه كتير رز، فيه كل شيء لكل الناس and done perfectly well. أنا بس ما كنت صغير كانت عمتي سامية تطبخ أطيب جيجو، ومرة يعني كأنه حدا عمل لي تاتو براسي. فهذا الصحن هو يعتبر memory from her cooking. وهذا مثل الجيجو يعني رز وحشوة يلي بناكله بلبنان، بس هون عملناه بطريقة غير ورح تدوقه وتصحلي. هون عندك Japanese eggplant مع تمر هندي، رب البندورة، شوية جينجر وشوية توم. وهذا جاي من أمي، لأنه أمي أصلا حلبية، فبحلب نعرف انه بيطبخوا اكل كتير طيب وبهاراتهم كتير متقدمة، فهذا انوماج لها. هون عنا بروسل سبراوتس مع مربى الطين وشوية لبن وعنب وجوز، وهيدي البطاطا حرة نتركها مثل ما هي للبطاطا لتضلها متقرقش. وهون عندك توم مع كزبرة وحر تخلطهم سوا وهيك بيطلعوا البطاطا حرة بجننوا. قبل ما اروح على تاني بارت من العشاء بدي انبسط بشغله. اول شيء تركت شويه حمص على جنب، راح اعملهم هيك
اجينا شوية بطاطا يلي هن بيجوا بطاطا حرة تومات على جنب، بس البطاطا حبة حد التاني كتير حلوين بلتهم فرحطهم هون وبتاكلوا أطيب شي بالدنيا، حمص مع بطاطا. لازم يعلموا الكل ياكلوا هيك. طلبوا صحن حمص، صحن بطاطا، فلشوهم فوق بعضهم. And what do you have? The best emotional amazing food. بتعرفوا نحن عنا the three top best favorite of the world dips بالعالم، إن كان الحمص، إن كان التوم، إن كان الأك بلانت، وما بنقبضهم جد إنه كانوا مايونيز سكسي أكتر يعني. هيك هيك هيك. توب. And then Anthony's favorite food بتعرفوه، رز مع لحم مفروم. فينا نسميه جيجو، فينا نسميه رز على الدجاج، فينا نسميه بدكن ياه. رز مع لحم مفروم is my favorite ever. أكيد حاضرين الحلقات اللي بصورها وقت كريسمس، أطيب أكل عندي بروح باكل عند مرت عمي هيدا الأكل. الرز مطبوخ صح، منه ملبس بس منه الدنتي، very nicely watery أو moist بيناته سو مش ناشف. اللحمة مفرومة نعم 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 نعم، ما بتحسوا فيها. الجيجو لحمة اللي مطبوخة لأكل كفوف يعني، مطبوخة ليوم الطبخ. Oh my god the flavors. Yeah, like this is gourmet. Taking Lebanese cuisine to the next level. Never ever مأكول أو معمول بمطعم لبناني. Keeping the simplicity. It's not fusion food. It's modern while preserving traditions and done perfectly well. It's a pride for Lebanon. Top. ولك شو هالدجاجة؟ ولك شو هالدجاجة؟ ولك شو هالدجاجة؟ ولك شو هالدجاجة؟ ولك اسمعوا ولا ناشفة ولا او ماي جودنس، قد صار لي بشكل دجاجة قد طيب. روتيسري طبعا نهار الأحد بالجبل بس مش ناشفة. ولك شو هالدجاجة؟ ما حدا عم يشوف شيء. ولك شو هالدجاجة؟ لك شو هالدجاجة؟ عن جد إيه. وبتخلص قصتها بالتحلية والكنافة اللي حبيتها كتير اللي بتجي بصحن سخن. الكنافة اللي حبيتها كتير اللي بتجي بصحن كتير كتير سخن. ليش؟ لأنه شفتوا قديش كرامبلي، شفتوا قديش بسكتي، بوم كسرت. ما راح أصل لآخر تفرجيكم كيف الجبنة لقطة مع بعضها. ذكرتني بكنافة صيدا، ما بتشبه كنافة بيروت، منا قاسية، منا بسكتي، اتس كرامبلي. الحلو فيها مثل الرمل تفرط، لقطين على بعضهم بس مش معضمين، لقطين على بعضهم بس مش مجمدين. وانتو بتعرفوا الكنافة بتنعمل من السمنة، فالسمنة اذا انطبخت مظبوط بتجمد على بعضها وبتلبد على بعضها. وهالكنافة اللي دقتها بواشنطن واز جريت. بوم سكسرت، سكر قصت الجبنة، ما بتمغط، ما فيها كاوتشوك. انتبهتوا قديش في الجبنة بتجي تتقصوها وما بتقص، بدها سكين وبصير حط لها المشحاف. أبداً. في ناس يديفايمد ملح من جوا سكر من برا، أطراته عظيمين ومنهم كتير برفيوم، ما بتحسوا حالكم عم تاكلوا عطر. يلي بده خبزة ليك هاي هيدا بده جبنة وجامبون بالساب وحبة لبنة شوي متعقد. And then بقليوة، ما عارف انه لازم بالايد بس بدي فرجيكم كيف سميكة من سميكة من جوا. اوف هاي ميلفوي، هاي ميلفوي، هاي مش هامي الفاي، هي مش بقلاوة. سوبر لايت، سوبر لايت، نون ستيكي، نون تشوي، بوم ودابت.
واو واو. البوزعة قشطة سحلب مسكي. حليب وينك يا ملك؟ الملك تبع لبنان هون. بيوتيفل تكستشر جامدة على بعضها، بتحسه بالسحلب مسكي بيوتيفل. اند ذن حليب اول ذا واي، قشطتها كتير لذيذة بلا ما تكون دلعة. وإذا بدكم تتزعرنوا بتعملوا هيك. كنافة بوزة قطر وختامها مسك. Add it on the menu. Add this on the menu. Wait. شو هالإنسان؟ شو هالزلمة؟ تحكي عن قليلي، خبركن عن قليلي كفاية، وبعتقد خبركن كفاية عن الأكل الطيب، عن الكولتشر، عن الحمص، عن التبولة، عن كل هالتفاصيل. بس خلينا نرجع شوي على الانترفيو من الأول. هالشخص يلي بحب لبنان حتى لو تركه من أكثر من 30 سنة، اللي بحب لبنان عم بيشتغل للبنان، بيرجع بيزور لبنان بعد عائلته بلبنان. وهما شغلة عم نحكي عن الأكل المشغول صح، عم نحكي عن الكولتشر اللبنانية اللي حكيناها اللي دايما بنحكي عنها. حمص لازم يكون حمص، والتبولة لازم تكون تبولة، وما فينا نلعب يمين شمال بالأكل. والقصص اللي حكيناها بهالقعدة العظيمة، كيف رجع خبرنا بالتاريخ، كيف رجع من الأول. يعني شو بدي أقول، شو بدي أقول، حكي أكثر من 40 دقيقة وما بدي أرجع عيد وراه. بس كان إيش إليلي بيستاهل يكون عنده كل أوردز العالم، من ميشلان، من يلب، من 50 بست ريستورانتس وغيرهم غيرهم. لأنه اللي ما بيعرف هالمحل ما بيعرف شيء. برجع بقلكن، إذا أنتم بلبنان وبتاكلوا أكل طيب، إن كان عند حلبة أو عند برج الحمام أو عند المحلات المشهورة مهنا عرابي، اللي هو هالأكل هو زيته جابه لهون بذات النفس، بذات القصة. ومش بس فكر هيك، فكر كيف بدي يكون خفيف. ودايما بنحكيها خفيف على المعدة، لكل هالعالم اللي نزلي من أشغالها ترجع تطلع على الشغل وترتاح لكم مبسوطة. نحنا بلشنا الساعة 6، هلأ الساعة 9 وربع، 3 ساعات قاعدين عم نحكي وعم ناكل، وراجع ماشي على الأوتيل 3 ساعة مثل ما هي، ولا غازيت ولا دشينا ولا ضايقنا ولا انزعجنا، وعم نشتغل عم نشتغل صح. حمصاته طيبين، دجاجاته طيبين، لحماته طيبين، رزاته طيبين، كل شيء كل شيء كل شيء نعمل سوبر طيب. وكيف عم بيجرب من هون من واشنطن، من ان شاء الله بيفتح فروعه اكثر واكثر، يحافظ على تاريخنا اللي كثير مهم. ففيليب برافو اول ذا واي، very honored and proud we met. والانترفيو اللي بيعقد اللي لازم تعطوه لكل حدا بيشتغل بالمطاعم، عم بيفكر يعمل مطعم، بيشتغل ويتر، او يلي هو يحضره. شغله اخيره وكثير مهمه، سمعنا يمين شمال السيرفيس بنيويورك ما بيسوى، مش منيح لانه الناس ما بتشتغل. ولا عنده كان السيرفيس رائع رائع رائع، مش كرمالنا كل الطاولات، وكان عم يشتغلوا كثير مزبوط. السيرفيس مزبوط، فليفرز مزبوطين، الاكل مزبوط، المكونات مزبوطين، كل شيء كنت عم منتقده اخر 18 يوم ما عجب كثير ناس عمله صح. الويترز عم بيشتغلوا بدقه هيك، المكونات بيست ايفر، زيتونات من لبنان، الكبسات كمان زيت زيتون من لبنان، طحينه يمكن ده بس معقول واحد يستعملها، ما فيها ابدا ولا مروره ولا شيء عاطل. فلكل حدا عم بيقول عم بيلاقي اعذار انه مطعم منه ظابط، لان بنقول له ما شغلتك سكر، او ما تسميه لبناني، او ما تسميه شيء ثاني، لانه في مسؤوليه كثير كثير مهمه على كتفاتك ولازم نكفيها. اكلنا من اهم اكل بالعالم، من اكثر اكل varied and diversified and so on، وبدنا نفرجي لك كل الناس باحسن صوره ممكنه. ودور كل واحد منا بيفتح مطعم يتعلم مظبوط، يدرس مظبوط، يسأل ألف سؤال، لأنه هو حامل مسؤولية كتير كبيرة، ومنه بس بزنس تيعبي فيه مصاري بجيبه.
I hope you enjoyed it, and we'll see you in the next video.